أهلا بحضراتكم وفعالية جديدة من فعاليات ملتقى الفكر الإسلامي الذي تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام. الندوة التي ننقل فعالياتها لحضراتكم بعد قليل بعنوان التوكل على الله. التوكل على الله سمة من سمات المؤمن الحقة، قال تعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ولكن ما معنى التوكل الصحيح؟ كيف يكون التوكل حسنا؟ كيف لا يتحول التوكل إلى تواكل؟ هذه أسئلة يعني وأسئلة أخرى سيجيب عنها ضيفان كريمان في هذه الحلقة، ولكن سيدير حوار هذه الندوة زميلي الدكتور محمد عامر. فإلى فعاليات هذه الندوة. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع حضراتكم وملتقى الفكر الإسلامي لشهر رمضان المبارك عام 1442 هجرية الموافق 2021 ميلادية على شاشة قناة النيل الثقافية، والذي يأتي حضراتكم في إطار التعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والهيئة الوطنية للإعلام. يقول المولى سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فضل التوكل على الله في شهر رمضان المعظم وفي باقي العام، يحدثنا في هذا الأمر فضيلة الأستاذ الدكتور جمال فاروق الدقاق عميد كلية الدعوة السابق، والأستاذ الدكتور أشرف فهمي مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف. أهلا بحضراتكم ومرحبا. ونبدأ مشاهدينا الكرام مع فضيلة الأستاذ الدكتور جمال فاروق الدقاق عميد كلية الدعوة السابق، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا لا بلوغ لمنتهاه، ونبرأ من حولنا وقوتنا إلى حوله سبحانه وتعالى وقوته، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صاحب جوامع الكلم من تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلا شك أن للإيمان حقيقة، حقيقة إيمان المؤمنين الصادقين الذين استمعنا من الأخ الكريم مقدم هذا البرنامج وهو يتلو قول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فصدق الإيمان أي الإيمان الصادق يتحقق في معنى التوكل على الله، ولهذا يقول الحق سبحانه وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لأن الإيمان درجات، التصديق هو أصل الإيمان، لكن للإيمان كمالات، فلا يبلغ العبد كمال الإيمان إلا بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. والتوكل في حقيقته عمل قلبي ليس ادعاء. فهناك فرق بين التوكل وبين التواكل. التواكل إهمال وعدم تأدب مع الله سبحانه وتعالى، حيث إنه أمر بأن نأخذ بالأسباب. وسيدنا أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه
يبين لنا أن أعرابياً جاء إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يركب ناقته، فلما أراد أن يدخل إلى المسجد خاف على الناقة من الضياع أو من الشرود، فقال: يا رسول الله، أأتركها يعني خارج المسجد وأتوكل على الله، أو أني أقوم بعقلها أي بربطها في مكان معين؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. ومن هنا صار التوكل على الله سبحانه وتعالى لا ينافي الأخذ بالأسباب، لأني كما ذكرت أن التوكل عمل قلبي تظهر آثاره على الجوارح. وبعض العارفين بالله سبحانه وتعالى عندما سئل ما هو التوكل قال: طرح البدن في العبودية، أي يتحقق فيك هذا المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكمال العبادة لا يكون في العبادات المحضة فقط، أي في الصلاة والصيام والزكاة، وإنما يظهر في التعامل مع الناس، في إعطاء كل ذي حق حقه. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يستكثر من العبادة بحيث يعتدي على الحقوق الأخرى، بين أن لله تبارك وتعالى على عبده حقا، وقال أيضا: وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن للناس عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالتوكل طرح البدن في العبودية، العبودية التي نراعي فيها حق الخالق سبحانه وتعالى أيضا مع حق المخلوق. ولهذا فإن التوكل هو طرح البدن في العبودية، وفي الوقت ذاته تعلق القلب بالربوبية. الأمر الثالث هو طمأنينة النفس إلى الكفاية. أليس الله بكاف عبده؟ صحيح أن الله تعالى يقول: يا ابن آدم، خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن، أفيعيني رغيف أسوقه إليك كل حين؟ فإذا ما كان الإنسان متوكلا على الله تعالى حق توكله، لأن هناك ادعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. إذن فعلمنا هذه الأسس التي يقوم عليها معنى التوكل: طرح البدن في العبودية وتعلق القلب، يعني تعلم أن الله تعالى هو الذي بيده ملكوت كل شيء، والذي يرفع ويخفض ويعطي ويمنع، ولا يسوق الخير إلا الله، ولا يملك لك في الوجود كله، لا يملك لك أحد ضرا ولا نفعا إلا الله. ثم بعد ذلك يستوي عندك الأمر، تعلم أن الله تعالى يمكن أن يرزقك
بسبب، أي بمباشرة الأسباب وبدون سبب. إذن فلماذا نأخذ بالأسباب؟ لأن الشرع الحكيم أمرنا بذلك، والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وهم أعلى الناس توكلاً وهم أعظم الناس إيماناً لم يتركوا الأخذ بالأسباب، والأمثلة على ذلك كثيرة في توكل ساداتنا الأنبياء والرسل عليهم جميعاً أفضل الصلوات وأتم التسليم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقد بشره مولاه تبارك وتعالى في غزوة بدر، بشره بالنصر، ومع ذلك أعد العدة وخطط للمعركة وأخذ بالأسباب. إذن فحقيقة التوكل هي أن يثق المؤمن في الله، يثق في وعد الله. وللتوكل درجات، أولها أن تسعى في هذا الطريق، الطريق الذي يبعثك الإخلاص وقوة الإيمان لأن تثق في وعد الله. فأول درجات التوكل هي التوكل، ثم التسليم، ثم التفويض. هذه منازل ودرجات. فالمتوكل وثق بوعد الله، مثلا في مسألة الرزق يقول سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، ولم يكتف الحق بذلك بل إنه أقسم، فقال: فورب السماء والأرض إنه لحق. حتى إن بعض الأعرابيين فزع عندما سمع هذا القسم، قال: من ألجأ الجبار إلى القسم؟ أو كذبوه حتى يقسم؟ وانظر إلى صيغة القسم الإلهي الرباني التي تجعل العبد يمتلئ إيمانا ويزداد توكلا على الله. قال: فورب السماء والأرض إنه لحق، مثل، لم يقل مثل ما أنكم تبصرون أو مثل ما أنكم تسمعون، وإنما قال مثل ما أنكم تنطقون. فالسؤال هنا: هل يمكن أن أنطق بلسان غيري؟ لا. كذلك غيري لا يمكن أن يأخذ رزقي. فالرزق يعرف طريقك وأنت تجهل طريقه. إذن فالدرجة الأولى التوكل، صاحب التوكل يثق بوعد الله، وصاحب التسليم يكتفي بعلمه، وصاحب التفويض يرضى بحكمه. ولهذا دخل جماعة على الإمام الجنيد رضي الله تعالى عنه، والإمام أبو القاسم الجنيد هو الملقب بسيد الصوفية، سيد الطائفة الصوفية. دخل عليه جماعة فسألهم: ماذا تريدون؟ قالوا: نطلب الرزق. قال: إذا علمتم موضعه، أي مكانه، فاطلبوه. قالوا: إذا نطلب من الله. قال: إذا علمتم أنه ينساكم فذكروه. فأحرجهم إحراجا شديدا: الرزق يطلبك يا ابن آدم قبل أن تطلبه، والله تعالى تكفل لك بالرزق. فقال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. هل أخطأ الرزق يوما صاحبه؟ كلا. هل أخذ أحد رزق غيره؟ كلا.
لأن الله سبحانه وتعالى ضمن هذا على جهة الإلزام، أي ألزم الحق سبحانه وتعالى نفسه بنفسه دون أن يلزمه غيره، ألزم نفسه تفضلاً وتكرماً ووعد، ووعد الله تعالى لا يتخلف. ولذلك عجب عجب لأمر الإنسان عندما يقترف معصية أو يقع في زلل، فإنه كأنه عنده صك أو وعد من الله تعالى بالمغفرة، فإذا ما كلمته في التوبة أو أنبته أو وبخته على خطيئته يقول لك إن الله غفور رحيم. لكن نراه عندما يقصر في العبادة أو يهمل في الطاعة أو يرتكب معصية يقول إن الله غفور رحيم، لكن عندما يجتهد في عمله ويسعى في الصباح الباكر على وظيفته أو على تجارته أو على زراعته، لماذا لا يجلس في بيته وهو يعلم أن الله تعالى تكفل له بالرزق؟ حتى قال بعضهم تقول في العصيان ربي غافر، صدقت، ولكن هل علمت أنه تعالى يغفر بالمشيئة، يغفر لمن يشاء، فكيف ضمنت أن الله يغفر لك مع أن الله تعالى لم يجعل المغفرة مطلقة، بل قال يغفر لمن يشاء، قيدها بالمشيئة. أما الرزق فلم يقيده بالمشيئة، ومع ذلك تجتهد فيما ضمن لك وتقصر فيما طلب منك. هذا كما قال سيدي ابن عطاء الله السكندري رضي الله تعالى عنه: اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك. فلا بد أن يجتهد الإنسان ويسعى، لأن الله تعالى أمرنا بذلك. الله تعالى أمرنا بأن نسعى على الرزق وأن نجتهد في طلبه، لكن ليكن القلب مطمئنا وواثقا بما وعد الله تعالى به. فالذي يثق بما عنده أو في يده من مال أو متاع، أو يثق بصحته أو بماله أو بجاهه أو بغير ذلك، هذا لم يبلغ حقيقة التوكل. لأن العبد لا يبلغ حقيقة التوكل إلا إذا كان بما في يد الله سبحانه أوثق مما في يده. فالذي يثق بما في يده ويقول إنه تحت قبضتي أو في خزانتي، ومع ذلك ربما لا يأكل منه شيئاً، ربما يتركه لأعدائه. والله تعالى لم يجعل الأعداء بعيداً عنا، بل قال: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذرهم. إذن فمعنى التوكل الحقيقي هو الثقة بما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك بعضهم سئل: هل للتوكل علامات؟ قال: نعم، المتوكل الصادق لا يسأل أحدا شيئا، لا يسأل ولا يرد، إن جاءه شيء من فضل الله سبحانه وتعالى دون أن يتعرض لذلك أو تستشرف نفسه، لا يسأل ولا يرد ولا يحبس، يعني ما رزقه الله تعالى فإنما هو ينفقه دائما في وجوه الخير. لماذا؟ لماذا يسرع بإنفاقه؟ لأن الله تعالى وعد أن كل ما ننفقه فإن الله تعالى يخلفه. قال سبحانه وتعالى:
وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق التوكل يتمثل في قوة الإيمان. نعم تفضل. نعم. إذن فإذا أردنا أن نضرب على ذلك أمثلة واضحة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأن سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلوات وأتم التسليم عندما ألقي في النار، والله تعالى أمرها قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إبراهيم عليه السلام وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله واتخذ الله إبراهيم خليلا، فله مقام وله منزلة الخلة والاصطفاء العظيم. عندما ألقي في النار أوحى الله سبحانه وتعالى إلى سيدنا جبريل، يا جبريل أدرك أو أنقذ عبدي إبراهيم. فانظروا إلى عظمة الملائكة وما أعطاهم الله تعالى من مقدرة خارقة. يا إبراهيم أدرك، يا جبريل أدرك عبدي إبراهيم. قال سيدنا جبريل فأدركته في طرفة عين، وهو عندما وضع المنجنيق لأن النار كانت ذات لهيب وكانت حارة لم يستطيعوا أن يقتربوا منها، فصنعوا المنجنيق حتى يلقوه في النار من بعيد بعد أن قيدوه بالحبال وأوثقوه في يديه ورجليه. عندما ألقي في النار عرض له سيدنا جبريل وهو بين الهواء وبين النار، فقال له يا إبراهيم ألك حاجة؟ انظروا إلى صدق توكله وإلى قوة إيمانه بالله سبحانه وتعالى. قال أما إليك فلا، وأما إلى الله فإن علمه بحالي يغنيه عن سؤالي، لأن مقام سيدنا إبراهيم مقام التسليم، فاكتفى بعلم العليم الخبير. ولذلك هناك أيضا في موضع آخر عندما أمره الله سبحانه وتعالى أن يأخذ أهله وأن يسكن في مكة، عندما أراد الله سبحانه وتعالى من سيدنا إبراهيم أن يرفع القواعد من البيت وأن يقوم بتطهير البيت الحرام، فالله تعالى يقول إذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. أمره الله تعالى أن يذهب إلى هذا المكان، وكانت معه أمنا هاجر عليها السلام، فتركها في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، فقالت له يا إبراهيم هل هذا المكان أمرك الله سبحانه وتعالى أن تنزلنا فيه؟ فقال لها نعم، فقالت بلسان اليقين وصدق التوكل إذن فلن يضيعنا، علمت أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل لعباده بالرزق والحفظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. آمنت ووثقت في وعد الله، فانظروا ماذا حدث، هي في مكان لا تجد فيه أحدا. ولهذا كان في دعاء سيدنا إبراهيم ربنا إني أسكنت من ذريتي
بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ولكنه هيأ الأمر وقال: ربنا ليقيموا الصلاة. فالصلة بين العبد وربه هي سبب كل النعم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس. سيدنا عبد الله بن عباس يقول هنا: لولا أنه قال من، ومن تفيد التبعيض، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. لولا أنه قال من لحجه حتى طوائف غير المسلمين من اليهود والنصارى وغيرهم، لأن الله تعالى ألقى محبة هذا المكان في نفوس الناس. فلما كان معها الطفل الرضيع، كان سيدنا إسماعيل كان طفلا رضيعا، أخذت تبحث له عن الماء فلم تجد الماء في صحراء. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، فأخذت تهرول بحثا عن الماء بين الصفا والمروة، تتردد 7 أشواط وهي لا تدري، سبحان الله، أن حركات قدميها هذه الهرولة جعلها الله تعالى من مناسك الحج ومن شعائر الدين إلى يوم القيامة. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. أخذت تهرول بين الصفا والمروة، وإذا بهذا الطفل الرضيع يضرب الأرض بقدميه، فتنفجر عينا معينة، عين ماء زمزم المبارك، بسبب هذا الذي وثق بوعد الله واطمأن بقلبه أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع عباده، وهو سبحانه المتكفل برزقهم، وهو سبحانه وتعالى له خزائن السماوات والأرض. واحد قال لسيدنا حاتم الأصم بيقول له: من أين تأكل؟ وكان رجلا في غاية الزهد والعبادة. قال له: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يعلمون. نعم، سبحان الله، سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا فضل الدكتور. ولنا تساؤلات إن شاء الله، يعني قبل أن ينتهي اللقاء تسمح لنا بها، لكن الكلمة الآن تذهب إلى فضيل الدكتور أشرف فهمي، مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف. اسمح لي دكتور أشرف، قبل أن تبدأ يعني نضع بعض الملامح يعني مع حضرتك عن التوكل على الله، ومنها يعني فكرة أن فضيل الدكتور جمال قال لنا أن الرزق يطلبك قبل أن تطلبه. وضح لنا هذا، هل يعني نصبح كسالى إذن أم نبحث عن عمل؟ يعني رزق جاي لنا، لو ما طلبناهوش هو جاي لنا، نكسل بقى وهو هيجي إن شاء الله، ولا الأمر فيه يعني علينا أن ننتبه؟ وفكرة أو ماذا عن حق توكله؟ يعني كما قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. ما هو حق التوكل؟ تفضل فضيل الدكتور أشرف. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله أحمده وهو أهل الحمد والتحميد، وأشكره والشكر لديه من أسباب المزيد، وأصلي وأسلم على بدر التمام ومسك الختام وخير الأنام سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحقيقة معنى التوكل كما قال سيدنا عبد الله بن عباس هو صدق القلب واليقين بأن الله سبحانه وتعالى هو مالك الأمور في الدنيا والآخرة. والتوكل على الله عز وجل له أهمية كبرى في حياتنا، فهو مقام عظيم من أعلى مقامات اليقين بالله، ويؤكد ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث
الذي رواه سيدنا عبد الله بن عباس وهو يقول كنت خلف النبي، وهذه رواية الإمام الترمذي، وهناك روايات أخرى. يقول كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولنا مع هذا الحديث النبوي الشريف وهذه النصائح الغالية لسيدنا عبد الله بن عباس نتعلم منها دروسا كثيرة. أولا، هذه المصاحبة التي صاحبها سيدنا عبد الله بن عباس النبي تعلم منه الأخلاق والأدب والعلم، ولذلك سمي هو حبر الأمة، لأنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير فتعلم منه الكثير. وأراد النبي أن يهديه هذه النصائح لنستفيد منها في حياتنا، وهو يؤكد لنا في الشاهد حقيقة التوكل على الله. حقيقة التوكل ليس فقط أن تجلس في بيتك وتقول أنا توكلت على الله وتترك عملك وتترك أسرتك وتهملها بلا طعام ولا شراب، وتترك عملك وتهمل عملك الذي كلفت به أو يعني وسيلتك في الحياة ورسالتك في الدنيا. فإذا سألت فاسأل الله، فلا تسأل العبد، فالعبد مهما ملك فهو ينفذ أمر الله سبحانه وتعالى الذي قضاه. والسؤال لله عز، والسؤال للعبد ربما فيه مذلة، والسؤال لله فيه رفعة ومكانة ورجوع للحق. فالله سبحانه وتعالى هو المالك الحقيقي للكون، يتصرف فيه كيف يشاء بحكمته وقدرته ورحمته، يتصرف فيه كيف يشاء. وإذا استعنت، إذا طلبت الاستعانة والمعونة، فلا تطلبها إلا ممن يملكها وهو الله سبحانه وتعالى. ولا مانع أن تستعين بعد الله سبحانه وتعالى بما يسر لك الله بالأسباب، فقد يسر لك هذا وذاك ليعينك على الطاعات وعلى العبادات وعلى أمور الدنيا. هنا يأتي التوكل. النافع والضار هو من؟ هو الله. العاطي والمانع هو من؟ هو الله. المحيي والمميت هو من؟ الله. الذي يغني ويفقر هو من؟ الله. الذي يشفي والذي يأتينا بالدواء الحقيقي هو من؟ في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. إذن هو المالك الحقيقي لهذا الكون بما فيه. ولهذا يأتيك في قلبك الصدق والإيمان الحقيقي بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي تتوكل عليه فقط. طب هل معنى أنني أتوكل على الله أنني أقعد في البيت؟ يقول سيدنا عمر رضي الله عنه لا يقعدن أحدكم ويقول اللهم ارزقني، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. لكن عليك أن تأخذ بأسباب
مع حسن التوكل على الله. كيف هذا؟ هناك نماذج كثيرة ذكر منها أستاذنا وعالمنا الجليل، لكن أنا أذكر وأضيف موضعين آخرين لنؤكد على هذه القضية، قضية الأخذ بالأسباب. وأقول الأخذ بالأسباب من تمام كمال الإيمان ومن كمال حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى. تعالوا مثلا نأخذ قصة سيدنا موسى لتعلموا كيف نأخذ بالأسباب. أمر الله سبحانه وتعالى كليمه سيدنا موسى أن يضرب بعصاه البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. الذي يفكر كيف أن العصا الضعيفة الصغيرة تشق البحر نصفين أو فرقتين، إلا هذا من باب الأخذ بالأسباب. أراد الله أن يبين لنا الحقيقة أن هذا أخذ بالأسباب، فأخذ سيدنا موسى بالسبب فكانت النجاة له. إذن العصا، طيب خذ النموذج الثاني، السيدة مريم عليها وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وهي في المخاض ضعيفة في حال الضعف ووهن، يأمرها الله سبحانه وتعالى أن تأخذ بالأسباب. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. طيب المفكر والمتأمل في كلام الله العزيز الجميل، كيف بامرأة ضعيفة في حالة مخاض تهز النخلة لينزل لها الرطب؟ أليس هذا يدعونا إلى الفكر والتفكير؟ هذا من باب الأخذ. لو جاء 10 من الرجال 10 وهزوا النخلة من الجزع لكي يسقط الرطب لما سقط شيء، لكن الله أراد أن يعلمنا أن الأخذ بالأسباب أمر لا ينافي التوكل معه سبحانه وتعالى. ألم تر أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع تساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزة جنته ولكن لكل شيء سبب. إذن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله. ثم نأتي إلى حبيب الله محمد طبيب القلوب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في غزوة أحد يعلمنا درسا لطيفا. كان يلبس الدروع في يديه، وكان وله أن يقول إن الله سيحميني فأنا نبي يحميني من أذى الأعداء، والله قادر على ذلك. لكنه درس أن الأخذ بالأسباب نوع من كمال الإيمان. كذلك ونحن نعيش في المرض الكورونا، الأخذ بالأسباب أمر مهم جدا، أمر الوقاية، الأخذ بأسباب الوقاية والحماية أمر طيب مطلوب وهو أمر شرعي. هكذا نتعلم من سيدنا رسول الله ومن الأنبياء السابقين ومن قصص القرآن الكريم كيف نأخذ بالأسباب، وأن هذا من تمام كمال الإيمان. الإنسان فينا مطالب أن يكون على كل حال متوكل على الله. وأنت خارج من البيت اعقد النية أن تتوكل على الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج الرجل من بيته، نتعلم من هذا الحديث أمرا عظيما، إذا خرج الرجل من بيته وقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ثلاث جمل، بسم الله توكلت، وهو موضوع حديثنا، توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ماذا يحدث له؟ يقال له هديت ووقيت وكفيت، يعني هداك الله وكفاك الله ووقاك الله. طب يهديك الله إلى الصواب وإلى الطريق المستقيم،
ويكفيك شر الأذى والأعداء وكل شر، ويقيك من كل أذى. هكذا كلام رسول الله، وهو حق وصدق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نحن مطالبون كذلك أن نتوكل على الله حتى عند لقاء الأعداء إن جنحوا للسلم. في القرآن يربط بين الأمرين، يربط بين ميل الأعداء إلى السلام وبين التوكل، فقال سبحانه وتعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. إذن ربط الله بين طلب الأعداء أو ميل الأعداء للسلم وبين التوكل. أيضا أنت مطالب أن تتوكل على الله كذلك في حال المصيبة إذا جاءتك والعياذ بالله مصيبة. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا التوكل لا بد أن تكون في يومك وليلك وأحوالك وتقلبات الدنيا متوكلا على الله سبحانه وتعالى. أيضا عندما تعقد النية والعزم على العمل، أي فعل في الدنيا، اعقد وتوكل، خذ بالأسباب. يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. ابن قدامة الرملي يقول الله سبحانه، جاءه رجل يعني يقرأ: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. يقول: انظروا إلى هذه الآية وما فيها من الجمال. يخبرنا الله سبحانه وتعالى بأنه هو الحي الذي لا يموت وأن جميع الخلق يموتون، ثم أمرنا فيها كذلك بالعبادة وسبح بحمده، فالتسبيح من العبادة. وهنا في هذه الآية يدخل الإيمان قلبك حين ترى أن الله سبحانه وتعالى هو الحي الذي لا يموت وأن جميع الخلق يموتون، فلا باقي إلا الله، فلا تعلق قلبك إلا بالله سبحانه وتعالى. أيضا هناك ثمرات نستفيدها من التوكل على الله، وكما قلت التوكل على الله ليس كلمة تقال على الألسنة، بل هو عمل قلبي يجب أن يشعر قلبك بهذه الصفة. القلب هو محل التوكل وليس الجوارح. ما يشمله قلبك من حقيقة التوكل يجب أن يظهر على سلوكك، على سلوك الإنسان وأفعاله في الدنيا، لا أن تقول أنا توكلت على الله وفي نفس الوقت لا تأخذ بالأسباب ولا تتوكل على الله، بل تتواكل. ولهذا أقول من ثمرات التوكل زيادة الرزق، وكما قال أستاذنا المقدم المذيع المحترم في هذه القضية: الناس يقلقون على الرزق. لا تقلق على الرزق أبدا، لأن الرازق الله سبحانه وتعالى سمى نفسه الرازق وسمى نفسه الرزاق. لا تقلق أبدا على الرزق. لماذا؟ حينما أمر الله عز وجل الملك لينفخ الروح بعد في الجنين بعد مرور 4 أشهر، أمر الملك أن يكتب أولا الرزق، يعني بدأ بكتابة الرزق، ثم الأجل، ثم العمل، وشقي أو سعيد. فبدأ الله عز وجل في هذا السجل بكتابة رزق الإنسان حتى لا يقلق أحد على الرزق. بل إن بعض الناس يظن أن غيره هو الذي يملك توزيع الأرزاق. لم يعطي الله سبحانه وتعالى تقسيم الأرزاق لأحد من البشر، بل هو سبحانه وتعالى تولى ذلك بنفسه حتى لا يتحكم الخلق في بعضهم. فهذا أمر خاص بالله سبحانه وتعالى. من ثمرات الرزق
أن الله سبحانه وتعالى يحفظ الإنسان من الشيطان بتوكلك على الله. في القرآن تجد آية تربط في هذا المعنى وتؤكد هذا المعنى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إذن الشيطان لن يستطيع أن يسيطر عليك طالما أنت متوكل على الله قلبا وقالبا، وهو ثمرة عظيمة نستفيدها من التوكل على الله. المتأمل في آيات القرآن يجد أن قول الله سبحانه وتعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون جاءت تقريبا 6 مرات ليؤكد هذه الحقيقة. 6 مرات وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أيضا نجد آيات تؤكد أن الله يحب المتوكلين، إن الله يحب المتوكلين. إذن أنت تنال محبة الله. طب وهل هناك سعادة أكثر من ذلك أن يحبك الله سبحانه وتعالى؟ ماذا تريد من الدنيا بعد أن يقول لك، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن أنا أحب المتوكلين، فأين المتوكلون حتى يحبهم الله سبحانه وتعالى؟ الذين اعتمدوا على مالهم قل مالهم، ربما يقل المال أو يزول، والذين اعتمدوا على مناصبهم أيضا ربما تزول، والذين اعتمدوا على عقولهم ربما ضل عقلهم يوما. طيب، أما من اعتمدوا على الله وألجأوا أمرهم إلى الله وفوضوا أمرهم إلى الله وتوكلوا على الله، كان جزاؤهم ماذا؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وهل هناك أحد يستطيع أن يؤذيك أو يضرك أو يقدم لك نفعا أو ضرا بعد الله سبحانه وتعالى؟ كل شيء في هذا الكون يدور بأمر الله سبحانه وتعالى. من اعتمد على الله لا قل ولا ضل ولا مل ولا ذل. فاجعلوا اعتمادكم وتوكلكم على الله سبحانه وتعالى. وما أجمل الإنسان أن يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى. فإذا أحببت الله أحبك، وإذا اقتربت منه رفعك، وإذا رفعك علاك، وإذا علاك حلاك. سبحانه وتعالى مالك الملك، يعلمنا من خلال الآيات القرآنية والسنة النبوية. انظروا معنا إلى هذا الحديث النبوي الشريف، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في ساعة الأرزاق وحسن التوكل على الله: لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. هل تأمل أحد منا في يوم من الأيام كيف يأكل العصفور؟ كيف يأتيه رزقه؟ كيف ينام؟ ماذا يعمل في النهار؟ وماذا يعمل في الليل؟ وكيف غطاؤه في الشتاء؟ وكيف يكون غطاؤه في الشتاء؟ إن الطيور مع أنك لا تشعر بها إلا أنها تتوكل على الله سبحانه. هذه حقيقة. لو أنتم لو كان توكلنا نحن أصحاب العقول من البشر، لو كان توكلنا كتوكل الطير، تتحرك في النهار مبكرا تبحث وتسعى على رزقها، لو كان توكلنا مثلهم لتغير حالنا كثيرا، ولرزقنا الله عز وجل رزقا كثيرا. آمين يا رب. أسأل الله تعالى أن يكتب لنا ولكم الخير وحسن التوكل. آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا فضل الدكتور أشرف فهمي مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف. يعني يا ربنا يجعلنا سبحانه وتعالى ممن يعني يرزقهم حق التوكل عليه إن شاء رب العالمين. آمين. في ختام هذا اللقاء ضيوفنا الكرام نشكر فضيلة الدكتور أشرف فهمي مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف، شكرا جزيلا دكتور أشرف. كما نشكر فضيلة الأستاذ الدكتور جمال فاروق الدقاق عميد كلية الدعوة السابق، جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور جمال، وجمعنا بكم على خير إن شاء الله.
شكرا لحضراتكم مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة. إن شاء الله يعني غدا لقاء جديد وملتقى الفكر الإسلامي لشهر رمضان المبارك 1442 هجرية الموافق 2021 ميلادية على شاشة قناة النيل الثقافية. شكرا لحضراتكم مشاهدينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.